بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء المتجدد والرحله الايمانيه مع اسماء الله الحسنى وحديث الامام الطيب. فضيلة الامام نستكمل مع فضيلتكم الاسم العظيم الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فقد توقفنا في الحلقة السابقة عند أه تقسيم افعال نعم الله سبحانه وتعالى التي يخلقها في عباده في الى قسمين قسم يتضمن آه رحمه نعم. من آه نعمه يعني تتمثل في الصحه وتتمثل في, في الرزق في الابناء وغير. المال والابناء الى اخر ما هو معروف واخذنا حدثك نعم. الرحمه اللي هو قرنها القران الكريم في الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نعم إنك أنت الوهاب، فإذا الوهاب يرزق أو يفعل الرحمة نعم الرحمة أو يفعل ما هو رحمة في بالنسبة للعباد يعني هل يمكن طيب. أن نعتبر أن هناك اقترانا بين الرحمة والوهاب؟ واضح نعم. القرآن يعني هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نعم يعني أنك أنت ال الذي ترحمنا أو يعني تهب لنا ما هو رحمة لنا نعم فمن هنا يعني اضطر العلماء الى ان يبينوا طيب هل كل افعال الله سبحانه وتعالى رحمه؟ نعم نعم ولكن هناك بحث في ان بعض الافعال بعض افعال الله سبحانه وتعالى التي يخلقها في عباده يصعب جدا ان تسميها رحمه وهي الافعال التي تشتمل على الام أو على محنه أو على ابتلاء أو على اختبار الحس العادي أو التفكير العادي لا. فعلاً أو الذي يتوقف عن ظاهر الأمر أو ظواهر الأشياء يقول كيف تسمي الألم ده ألم كيف تسميه رحمة آه ممكن تسمي الصحة والجاه والمال والولد ودات آه تسميه رحمة لأن فيه متعب متعة لكن أي متعة في الألم أو أي, المرض متعة أو في المرض الفقد أي متعة أو المرض أو الفاقد من هنا قالوا فعلا أفعال الله سبحانه وتعالى أفعاله في عباده نعم ما وما يخلقه من أفعاله كل ده مخلوق لله سبحانه وتعالى نعم فخلقه لأفعال عباده قسمين نعم قسم واضح جدا أنه رحمة وده اللي تكلمنا عليه وده اللي هو الآية تنطبق عليه نعم يعني يُهَبْ لنا من لدنك رحمة إنك أنت الواهب ها هنا رحمة نعم طيب ماذا تقول في الافعال الاخرى التي يخلقها الله في عباده من آلام و و الى اخره نعم. معلش انا دائما بكرر لتثبيت الـ الـ المفاهيم. المفاهيم نعم. وبعدين برضه انا اعتذر يعني للمشاهد عن مهنتي التدريس يعني لازم اخذ في اعتباري التكرار حتى يترسخ هذا المعنى طيب كيف نسمي هذه الافعال رحمه هم يقولون لا تظن أن هذا العلماء لا تظن أن هذا النوع اللي هو آلام سوف يخرج من تحت عباءة اسم الوهاب في النهاية ستقتنع يبقى تحت هذه, هذه ربما سيكون بمعنى أشد من هذا النوع كيف نعم ذلك نتيقظ إلى أن الآلام التي يخلقها الله في العبد هذا من حيث الظاهر لكن لو رحت من حيث الحقيقة أن يعني حقيقة الأمر سوف تجد هذه الآلام أو هذه الأفعال التي مصحوبة هي أيضا حتدخل في باب النعم نعم ولكن باعتبار المآل وليس باعتبار الحال نعم يعني قد يكون عندك مثلا حتى والله في حساب التجارة مثلا لو أنك أنت تخسر دلوقتي شوية مثلا في المنظور القريب آه متأكد أنها في المنظور على الخط الثاني نعم ستعود عليك بعشرات عشرات ما خسرته الـ الـ نعم. الآن لا, تـ لا, تـ لا تقول أن هذا الفعل شر أو نعم. لا تقول أن هذا الفعل أو إذا كنت تاجر يعني شاطر ما تضحيش بالمكسب الكبير ده في سبيل تتحمل هذا نعم. تتحمل هذا في سبيل أن تكسب المكسب الكبير الآلام بالنسبة للإنسان التي يعني يقدرها الله عليه نعم. الإنسان المؤمن هي هكذا فعلاً أنها في ظاهرها بالحساب البسيط فعلا متألم نعم. ولكن على الخط البعيد أو على المستوى البعيد هي نعم من أجل النعم فضيلة الإمام وهل هناك نص قرآني أو في الحديث الشريف يدل على هذا المدلول أن ظاهر هذا الألم هو ظاهرياً ألم ولكن باطنه رحمة وثواب وخير؟ طبعاً. إحنا الأول قررنا نقرر الدعوة نعم وهي نعم هذه الآلام أو هذه الأفعال المؤلمة هي في ظاهرها نقم نعم لكن في باطنها نعم كبرى. نعم حضرتك تطالبني بالدليل وكما قلت فعلا يعني لابد من الاستدلال على هذا. لو كانت هذه الافعال من امراض وغيرها نقما لما اختص الله سبحانه وتعالى احب الناس اليه بها. سبحان الله وكيف هذا فضيلة؟ كيف هذا؟ احب الناس الى الله الانبياء. نعم. فيش كلام يعني اظن مش عايز استدلال دي قضية مسلمة. طيب النصيب الأكبر من هذه الأفعال اللي هي نقم في ظاهرها نقم وابتلاءات نعم النصيب الأكبر اختص به الأنبياء. سبحان الله. فلو أن هذه الابتلاءات أو لو أن هذه الـ يعني الـ هذا النوع من الأفعال الله سبحانه وتعالى في خلقه من البلاء والاختبار والمصائب فعلاً شيء يعني مش عايز أقول ظلم، شيء يعني لا فائدة منه نعم. غير التألم ما اختص به سبحانه وتعالى هؤلاء الانبياء الكرام. نعم. خذ عند حضرتك الحديث اشد الناس بلاء نعم. الانبياء. سبحان ثم الله. الامثل فالامثل، الامثل عن الافضل فالافضل. نعم. يعني بالعكس كلما كل ما درجة, درجة العبد آه زاد ابتلاءه. كلما زاد طبعا لانه هو اشد نعم. الناس بلاء الانبياء الانبياء. وهم الاعلى درجة. وهم الاعلى درجة وهم الاكثر نصيبا في هذا النوع الدلد. من من الافعال الالهيه المؤلمه طيب المؤلمه في ظاهرها وفي يعني محدوده كمان مين ثاني بعديهم الاحسن فالاحسن يعني كل ما تنزل شويه البلاء يخف الباء يبقى يعني الى ان تصل الى يعني الذي لا يبتلى نعم وهو يعني مثله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كال يعني كالأرزه يقصف قصفا يعني يموت قصفا سبحان إنما الله. المؤمن يعني من الابتلاء كالنبته يتكفأها الريح يمينا وشمالا نعم اذا كلما قوي الايمان كلما كثر البلاء او اشتد البلاء اذا نعم. البلاء ده هديه من الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لأحبابه لمن يحب ويعني انا عايز اقول لحضرتك الحديث اكثر من حديث في هذا الموضوع لكن عندنا حديث عبد الله بن مسعود اركز عليه قال دخلت على النبي صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك يعني متالم عنده يعني متالم من مرض فقلت يا رسول الله في طبعا يعني روايه انه مس يده فوجدها كذا فقال يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا نعم واضح انك انت متالم الم شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اجل نعم انا اوعك وعكا شديدا ثم قال انا اوعك يعني اتالم نعم كما يوعك رجلان منكم الما مضاعفا الم مضاعف يعني تألم نعم انتم ربنا يبعث لكم الالم انا بيبعث لي الالم مضاعف نعم الألم مضاعف أنا أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أنك لك أجرين قال لأن نعم. ربنا عايز يدي لك ميزك علينا ويدي لك أجرين قال أجل نعم فشوف مع الوعكين في أجرين نعم سبحان الله خد بعد ذلك قال أجل ذلك كذلك ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذن شوكة فما فوقها يعني دقة شوكة أو إبرة أو الكلام ده إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها يعني كل ما يصيب ألم ولو ألم بسيط جدا كما أن ك يعني كأن الذنوب هي أوراق شجرة تتساقط ورقة وراء أخرى سبحان الله والحديث ده في حقيقة الأمر بشرى لكل مريض بل هو بشرى لكل مؤمن في هذه الحياة الدنيا طبعا مريض صابر نعم أخذ حضرتك لأنه يرفع الدرجات ويسقط الخطيئات إلى آخرة طبعا يعني كما يقول العلماء أين هذا المسلم أو المؤمن الذي يخلو يوما من الأيام من نوع من هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم <applause> عدده من نوع من هذا الأذى لا يوجد على الإطلاق. لا يوجد يعني فين الانسان المنعم المترف اللي هو ما بيتألمش خالص ولا اي ألم ولا حتى ألم نفسي ولا ألم ما. طبعا حتى نعم. قال يعني أذى نعم ما هو الأذى أذى جسمي او أذى نفسي نعم. أطلق هذا اللفظ لا يوجد هذا الإنسان اللي هو يعني ده في الجنة ممكن نعم. ده لا يصيبهم كذا ولا يصيبهم كذا لكن ما دمت في هذه الحياة الدنيا فلا أن بد أن تبتلى، لا بد أن تتألم. تتألم، لا بد أن تتألم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، نعم. فده واضح. فسواء كان شوكة، سواء كان رغبة لم تقضى لك، سواء ما كل واحد هو نظامه في واحد، نعم. في ناس مثلاً بتتألم أن مثلاً الأكل مش كويس. في ناس تتألم لأن الحلو الأكل مش عارف تغير وهكذا إنما نعم. كل واحد يألمه. ألم اللي هو يعني الإمام الناوي له عبارة جميلة جدا هنا نعم. وهي أنها لا يخلو لا يخلو مؤمن نعم. ساعة في يومه من الشعور بالألم معنى ذلك أني أنا عندي ما شاء الله كي يعني شبهتها بأني عندي مفرمة جاهزة نعم. تكتسب الخطيئات من هنا وتتألم الألم يفرم يمحو هذه الخطايا يفرم الخطايا من, من من هنا كان الله سبحانه وتعالى يتعهد هذا المؤمن بشكل يومي بتكفير نعم. السيئات وبالذات هذا الذي يتألم وهذا المريض ولذلك خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص عجيبه جدا منها ايضا ان من يزور هذا المريض يغمره هذا السواء نعم يعني, يظل يعني ليس فقط المريض ليس ولكن فقط. من يعوده ده دلاله على ان الرحمه يعني تنزل عليه وعلى من وعلى من يحيده. وعلى من يعوده وعلى من آه يزوره واكثر نعم. من ذلك ايضا الحديث القدسي وهو حديث عجيب نعم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للانسان اللي هو يعني لا, لا يزور المرضى وكذا يوم القيامه يقول له يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، ربنا يقول له انا نعم. مرضت فلم ما زرتنيش طبعا هو يدهش العبد فيقول يا ربي كيف اعوذ اعوذك وانت رب العالمين؟ نعم يعني انت انت الله وانت لا يصيبك مرض، فيقول: اما علمت ان عبدي فلانا مريضا نعم فلم تعده، نعم. اما ما سبناش على كده كنا واضح المعنى، لكن نعم. يؤكد فيقول: اما علمت انك لو زرته لوجدتني عنده. يعني الله. المريض عايز ايه اكثر من كده؟ انه في معيه الله وفي ان إيه ربنا عيادة. معاه نعم وأنه يعني من زاره فكأنه زار الله سبحانه وتعالى نعم وأن الثواب الذي ينهال ويفاض عليه هذا الثواب يشمله ويشمل من يزور ويشمل الطبيب الذي يعالجه ويشمل الممرضة التي الله طبعا لأن يعني فيض مستمر إذا هذا النوع من الألم صحيح في ظاهره تستطيع أن تسميه نعم نقم ويصعب عليك ان تربط ان تربطه باسم الوهاب لكن بعد ما علمنا الان ما يترتب عليه فهو هبه من الله من هبه الثواب اللي ترتب على عليها اكثر من ثواب الصحه حتى لو استعملها فيما يرضي الله ومن ثواب المال حتى لو استعمله في كذا ما قالش ربنا يعني ان انا موجود مع الذي ينفق ماله نعم او مع الذي ولكنه قال انا موجود مع المريض انا موجود مع اما انك لو زرته لوجدتني لو عنده نعم. سبحانه وتعالى فالمريض حقيقه يعني يستبشر بهذا الكلام وعليه ان يصبر والمساله مساله وقت محدود ومع ذلك لكن الثواب ثواب عظيم جدا الإمام نختم هذه الحلقة مع فضيلاتكم بحظ العبد من اسمه الوهاب. طبعا هو اسمه الوهاب طبعا واضح انه نعم. يعني يهب او ما وهب له يهب منه للآخرين نعم. قدر الإمكان دون أو يتشبه في ذلك دون أن يعني ينتظر عطاء. فلكن لكن الهبة يعني من نوع ما وهب له. مثلا ما ينفعش واحد عنده فلوس ويروح يهب واحد مثلا يلحقه بيقول بي 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 انا الحقك بعمل ومش عارف ايه او نعم لازم عندك فلوس تهب من الفلوس، عندك علم تهب يحب. من العلم يعني عن... الهبه ليست قاصره على الم... على لا الماده لا فقط لا لا لا, لا, لا مما فقر. مما وهب لك نعم مما وهب لك تهب الناس وأنت تشبه وقدر الامكان طبعا يعني يعني ان تعطي بلا مقابل مادي لكن المقابل موجود السواب موجود يعني مش هذا لا يقدح في القاعده التي قلناها ان الانسان لا, لا يستطيع ان يعطي بغير عوض واقله عوض الثواب الذي ينتظره من الله سبحانه وتعالى نعم فهو 100% ما يقدرش يعطي عشان كده لا يمكن ان يتسمى باسم الوهاب لكن يتشبه في انه يعطي هذا الانسان مما وهب له طبيب نعم. يعطي او يتصدق بعلاج بي الناس مع مجموعه من الفقراء علاج مجاني وهكذا نعم. فهذا في امر اخر ايضا يعني نود ان ننبه عليه يعني هذا في الامراض التي المعروفه التي لا تنتقل عدواها الى الاخرين الى الزائرين مثلا نعم. وهذا امر في غايه الاهميه طبعاً هذا فيما يتعلق بالامراض التي يمكن ان يخالط المريض فيها الناس نعم بالزائرين او كذا او كذا ولكن اذا كان هناك مرض يعني من الامراض التي معروفه انها تنتقل بالعدوى زي, زي كورونا زي كذا وكذا نعم. الى اخره فطبعا واضح ان هي تجيني قاعده اخرى نعم. تحكمني ما هو الاسلام ده قواعد يعني مش تاخذ قاعده ميزان دقيق للقيام. دقيق جدا لا. هنا يجي لك ولا تلقوا بايديكم ولا تهلك لا. هنا لا, لا يجوز انك انت تذهب الى هذا المريض ولكن ممكن ان تعوده بالتليفون نعم بسؤال التليفون او بسؤال الاهل او بسؤال الناس المهتمين به يعني لا لا تسقط الزياره بكل بك معانيها لا. لا تسقط الزياره حين يكون هناك ضرر مترتب على هذه الزيارة اللي هي الزيارة المباشرة لكن لا تسقط بمعنى أنك أنت تسأل عنه ليت الناس والله لأن كثيرين من المرضى يتألمون برضو من الزيارات ومن كثرة الزيارات والزيارة حتى في أوقات غير مستحبة فإحنا علينا أن يعني نعرف أين أدب الإسلام في مثل هذه الأمور وأهم شيء الآن أن الوهاب عندي مأخوذ من الهبة والهبة بمعنى العطية بلا مقابل نعم وهذا والهبة بهذا الوصف لا يتصف بها إلا الله سبحانه وتعالى نعم ولا يتصف بها العبد أفعال الله سبحانه وتعالى أو هبة الله قسمين قسم واضح فيه أنه فيه النعمة نعم وقسم آخر يعني يبدو من, يبدو من ظاهره أنه لا نعمة فيه ولا رحمة فيه ولكن اذا يعني تدبرنا نجد انه هو اكثر نعمه واكثر رحمه من الاخرين نعم. وقلنا ان اكبر دليل على كده ان الله يختص بها هديه وربنا بيختص بها اكد اكثر الناس نعم. اكثر الناس واحب الناس اليه واكثر الناس ابتلاء هم الانبياء ثم الأمثلة ثم الاولياء ثم الصالحين نعم. الى ان تبقى المساله صفر فاعلم انك انت امام انسان يعني غير داخل في رحمه الله سبحانه وتعالى سبحان الله سبحان الله شكرا فضيله الامام وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه الى لقاء جديد وحلقه جديده باذن الله